دولة المصرية تعزز من جهودها لبناء مجتمع معلوماتي عصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق ها هنا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وعبر إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة. أبرز الخدمات اللي احنا عندنا 2 أبليكيشن على أي تليفون ممكن أي مواطن يستعمله، اللي هو أرغب في عمل توكيل وبوابه مصر الرقمية. ممكن حضرتك تخش تختار المكتب في أي محافظة من المحافظات وتدخل بياناتك وبيانات الشخص التاني الوكيل وتختار توكيلك وتدفع رسومك وتتجه للشهر العقاري اللي انت خدته اللي انت اخترته، ومجرد الاي بي بتاع المعامله بتاعت حضرتك ديت تقدمها للموظف، الموظف خلاص بيطلع لك المعامله، كل ده في حدود 5 دقائق. بوابه مصر الرقميه تطلق 22 خدمه من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن ابرزها توكيل عام قضايا وتوكيل عام رسمي واقرار تصحيح محرر موثق وغيرها. طبعا كان التوكيل كان بياخد وقت كبير جدا، وحتى شكليا كان المظهر العام للتوكيل كان يعني شكل برضه لا يليق بمصلحه الشهر العقاري، لكن طبعا بعد التطوير والميكنه اللي احنا فيها دلوقتي، اولا بتعود من المصلحه عليا انا في سرعه اداء العمل. التوكيل يعني ممكن ياخد مثلا 5 دقائق، وبتعود برضه بالمنفعه على المواطن طلب الخدمه. المواطنون من مستخدمي خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبروا عن سعادتهم بمستوى الخدمة المقدمة والتي وفرت الكثير من الجهد والوقت وحققت سرعة الإنجاز. بنتردد كتير على شهر العقاري، كنا بنقعد الأول بساعات طويلة، فده كان بيأثر على شغلنا ووقتنا، فالدنيا فكت شوية واتطورت. وبعدين نحب نشكر ان مصلحة شهر العقاري فتحت كذا فرع هنا في العاشر من رمضان. حسيت ان ده بيساعدني على ان انا اخلص اجراءاتي بسرعة، والتحول الرقمي ظهر في كل الاماكن الحكومية، وده ساعدني انا كمستثمر ان انا انجز حجم اعمال اكبر، وحسيت كمان ان انا عندي امل ان الدولة المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح. ها هنا في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فرق كبير ما بين الحاضر والماضي على مستوى خدمات تطبيقية وتكنولوجية متطورة تقدم لمستخدمي وراغبي الخدمة، أملا في القضاء على الروتين وسرعة في الإنجاز والقضاء على الزحام. من مكتب توثيق العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل.